هل تعرف إن الخوف هي لعبة الشيطان الأجمل وسلاحه الأقوى اللي سبب ارتكاب أول معصية للإنسان؟ الخوف من الموت اللي ولد الرغبة في الخلود، الخوف نفسه اللي دفع موسى عليه السلام للغضب والقتل. فلا شيء كالخوف يفتك بالإنسان، فلما يغيب الأمان يغيب الوعي، وإذا غاب الوعي أظلمت بصيرة الإنسان فازداد جهلا وظلما لنفسه، وإذا ازداد جهل قلت قدرته في اتخاذ القرارات، فسلم الحكم للهوى، ومن اتخذ الهوى سيدا فقد ضل ضلالا كبيرا وغاص في المشكلات وتوقفت عنه الأرزاق وضاقت به السبل وخانه القريب قبل البعيد وبقى وحده في وحدة يتخبط. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون؟ لقد عرف الشيطان أن الإنسان آمن ما دام على الفطرة، ولكن جهله سيساعد على زعزعة فطرته، فحرص أن يجعلك جاهلا أكثر، فإذا زعزعت الفطرة غاب الأمان، وعندها فقد الإنسان أهم ركن ثابت يدفعه للسير والعطاء والإنجاز والخلافة في الأرض. لا يمكن للإنسان أنه يبلغ رسالته ويؤدي أمانته وهو خايف، لذلك عشان تعود للأمان لازم عليك أنك أنت تعلم وتتعلم، تتعلم العلم الذي يجعلك تخاف الله تعالى وتثق به، أي الخشية، فيمتلئ قلبك أمانا لا يستطيع شيطان اختراقه. فصدق الله العظيم القائل في كتابه: ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. والتعلم حقيقة لا يحدث حتى تصبر وتصلي. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. أما الصبر تعني أن تعرف كيف تتحكم بمشاعرك، فلا تفزعك الحوادث ولا تجزعك النوائب ولا تشغلك النعم فترتفع لديك الهمة. وأما الصلاة فهي أن تطبق معارفك، أي الآيات القرآنية، ففي كل آية قواعد عملية لحياة طيبة حولها لممارسات وعادات حسنة بالإقامة، تذهب بها ضعفك وهلعك وتسكن بها نفسك. يقول الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وهاتان العمليتان لن تحدثان دون تفكر وتدبر. التفكر المبني على التطبيق والتدريب والمحاولة وصولا إلى نهاية الطريق، هكذا وعد الله، قال في كتابه الكريم: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وهكذا تكون توابا أيضا، فالتواب تعني إنسان يعمل جاهدا وبشكل مستمر على إصلاح عيوبه عبر طرق مختلفة وصولا لأفضل نسخة منه، فيصبح قادر ومتمكن. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله
غفورا رحيما. التوبة تتطلب أن تواجه خوفك وأن تتقبل فشلك وأن تكن من الشاكرين، أي من أهل العمل الذين يعرفون إمكانياتهم فيستخدموها أفضل استخدام، حتى إذا أجادوا ذلك استحقوا التوسع والزيادة. ولو بحثت عن قصص الناجحين والخبراء وأولهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ستجد أنهم تخلوا عن مخاوفهم وأنهم تعاملوا مع الخوف على أنه صديق ذو مرارة لكنه ضروري، فهو الذي يدفعهم للاستمرار والتطور. لقد جعلوا الخوف خادما لديهم، لقد أدركوا بشكل عملي عميق قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ولو تأملت في حالك قليلا وجلست جلسة صراحة وتفكر عميق مع صراعاتك ومشكلاتك، لوجدت أن جذرها الخوف. في الواقع الخوف هو اللي يدفعك للغضب وللحزن وللألم والتعلق والشك واليأس، إذا انهزمت له وجعلته سيدا عليك. وهو نفسه اللي يجعلك هادئ وسعيد ومرتاح، واثق وآمن ومتفائل إذا سخرته لخدمتك. الخوف سلاح فتاك، كان لخير الإنسان أو شره أنت اللي قرر، فإما تكون أنت سيد عليه أو يكون هو سيد عليك، فلقد هداك الله النجدين. وخلينا نوضح الأمر أكثر بمثال حي. فمثلا أنت تلعب لعبة السباق إلكترونيا في البلاي ستيشن، وأثناء ذلك أنت تصطدم سيارتك اللي تقودها بالأجسام الثابتة الموجودة في اللعبة، وهذا الأمر ما يخليك أو ما يثنيك عن الاستمرار في اللعبة، لأنك تدرك تماما أن الأمر غير حقيقي، ولأنك في الواقع لست داخل هذه السيارة، أي أنك لا تلبس السيارة. طيب ماذا إذا قلت لك أن المخاوف التي تخاف منها أيضا غير حقيقية، هي صورة في ذهنك ليست واقعية، ولقد أخبرك الله بذلك صراحة. أنت في الواقع تلبس مخاوفك فتصدقها. فقط تفكر في فكرة الواقع الافتراضي، تصدق كذبة وموقف غير حقيقي. لذلك هل فكرت يوم من الأيام أنك تختبر صدق مخاوفك؟ تأمل ما يقوله الله تعالى لك عن محاولة إعادة النظر فيما يراه بصرك. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. لاحظ في الآية الكريمة قال البصر ولم يقل النظر، فنحن نعرف ماذا يعني البصر. البصر هي عملية إدراك عقلية نتيجة استمطار الأفكار على شكل صور ذهنية. إذن الله تعالى يقول لك فكر مرتين في الأفكار اللي تخوفك، وتأكد من فكرة الخوف أو مما تظن أنه مخيف، رح تكتشف إنه مجرد كذبة ووهم، يعني لا دليل عليه، بل ظنك وجهلك هو اللي صور لك العكس. لذلك عندما تقترب أكثر من مخاوفك رح تتأكد إنه ليس سوى سراب، وتفكر حتى في ظاهرة السراب نفسها. من جهة أخرى، فإن التقوى هي ممارسة قرآنية إيمانية تخلصك من الخوف، لكنها في الواقع تستند على خصائص نفسية سلوكية للإنسان. فالتقوى يعني أن تكون من أهل التقوية والوقاية، والوقاية تعني اجتناب كل ما يجعلك خائف. أما التقوية تكون عبر تقوية حصانتك النفسية، وهنا يتضح معنى اسم الله الصمد. فهل فكرت في يوم أنك تفهم هذا الاسم وتتعبد وتدعو الله تعالى به؟
هل فكرت بتحويل معانيه إلى أفعال عملية تقوي إيمانك وثقتك وتنزع من قلبك الخوف السلبي؟ اسم الله الصمد ممكن أنه إحنا نشرحه عمليا ونحوله إلى ممارسات عبر فهم الآيتين الثالثة والرابعة من سورة البقرة. فأنت ما راح تتخلص من خوفك حتى تؤمن بالغيب، أي تسلم بذلك وتقيم الصلاة وتنفق، وهذا ما راح يكون إلا عبر اتباعك لما أنزل من قبل وما أنزل على النبي من آيات ودلائل كونية وفي نفسك واضعا نصب عينيك أن النتائج والنهايات هي لله وبالآخرة هم يوقنون. واسمح لي إنه أنا أخبرك شيء، صدقت ذلك أو لا فالأمر يعود لك لا شك، لكن الزيادة في الرزق والعلاقات الصحية والحياة الطيبة والنجاح واليسر والسعادة كلها تتحقق مع شعورك بالأمان. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. آمنت تعني وثقت، فخشيت الله تعالى، واتقت تعني طبقت بشكل عملي هذا الإيمان بثقة وأمان. فهل بعد ذلك رح تسمح لخوفك إنه يتحكم فيك؟ أم راح تتعلم كيف تتحكم بخوفك؟ وها هي الفرصة أقدمها لك أختي الكريمة، دورة الله الصمد أجمع لك فيها المعرفة والتطبيق العملي للتعبد بهذا الاسم اللي راح يعود عليك بالفائدة على المستوى الروحي والنفسي والمادي. فروحيا رح تجدي لذة في العبادات ويرتفع وعيك وإدراكك، أما نفسيا رح تجدي الثبات والسكينة والإطمئنان والأمان، وأما ماديا رح تقضي على مشكلة الفتور والتسويف وتحققي وتنجزي وتتحسن علاقاتك. فالصمد اسم شامل كامل، فسبحانه الذي أفرده في سورة الإخلاص لتعلمي عظمته وأهميته. الدورة راح ننفذها أونلاين عن بعد ببرنامج الزوم يوم 12 يونيو 2024 ولمدة ساعتين فقط، والأجمل أنه عملت لكم عرض تخفيض يصل ل 50% لأول 100 مشتركة، أي راح يكون فقط بقيمة 10 ريالات عمانية أي ما يعادل 28 دولار. انضمي لرحلة التعلم وتجاوزي مخاوفك وشح نفسك، فقد قال الله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ماذا تنتظري؟ تواصلي الآن عبر الأرقام المبينة أمامك أو اعرفي أكثر عن الدورة من خلال الرابط الموجود في صندوق الوصف أسفل الفيديو. أنا أمل الجامعية، باحثة ومدربة تربوية، أراكم قريبا في دورة الله الصمد.